معلش استاذ عبد الناصر، سامعني؟ استاذ عبد الناصر، ايه الوضع عندك؟ هل تم اشعال النار في بعض البيوت ومحلات المسيحيين؟ لا والله، انا استقريت وضع المطارات اللي موجوده قدام مستشفى الهلال، واعتقد برضه المطارات غيرت ورحت من برا وطلعوا بيها على الارض. ده فين؟ عندنا في السويس. ده فين؟ في اي منطقه؟ في السويس، السويس مش في الاربعين، في السويس. طيب بالنسبة للمسيحيين هل تم إشعال؟ المسيحيين اتعمل مركز كنائس اللي موجودة في المنطقة بتاعة المحافظة، في دائرة المحافظة اللي هو قدام البنك الأهلي. رفع عليها جزمة وسط ولعوا فيها. ولعوا فيها؟ ولعوا فيها، ولعت المدخل بتاع المحافظة. خلينا أستاذ عبد الناصر نقول المعلومات بدقة، يعني حتى برضه أنا ما أعرفش قدام، ولعوا رمى الملوتات على باب الكنيسة والمدرعات قدام عينيا مولعين فيها العساكر في طيب الوضع عندك في السويس ايه؟ هنا المسألة الوضع ده لسه كان بيطلع ينضم علينا دلوقتي. البلد بتخرب، البلد بتطلع على حرب أهلية. واحنا من المسيحيين عسكري واقف في الشارع يحمينا. يعني احنا المدربين مسيحيين واحد واقف في الشارع يحمينا. ما كانش الفريق دي فيه، ما كانش عمل فيها راجل وقال انا هعمل شعب مصر. ما كانش يا استاذ عبد الناصر، خلينا استاذ عبد الناصر، انت تتعامل مع جماعة مسلحة، يعني هذه الجماعة كانت تستوحش كل يوم يعني، وبالتالي وائل مين اللي كان بيعمل توحشهم؟ مش المفاوضات اللي كانت بتتعامل معاهم يا استاذ وائل. ينفع واحد بيرمي في السجن لما هو خارج لبلده وقاتل، ينفع لو مات في وزير خارجية يحط أي حد يتصادم مع أبوائل؟ طيب ينفع بدون احنا اللي ضيعنا الناس يا استاذ عبد الناصر، بس خلينا في هذه الازمه نتضامن جميعا. صحيح لابد ان نكشف اوجه القصور، لكن خلينا نقول اولا ان السويس الان تحتاج الى المزيد من القوات الامنيه. بتقول ان السويس الان فيها قصور امني شديد. استاذ وائل، اللي بتعرف في الشارع احنا باللغه العربيه البوك نقطه عسكري بنقول له الدارة، بنقول له الدارة طيب هل انصار الجماعه الذين انتشروا في الشوارع عددهم كبير؟ كبير قوي يا استاذ وائل، عدد كبير. طيب يعني ربما لم تضع وزاره الداخليه ذلك في الحسبان، وده الحقيقه خطا، يعني ربما لم تضع ذلك في الحسبان انه يعني فضل اعتصامين سوف يؤدي الى اشعال الفوضى والنار في العديد من المحافظات. اتفضل. انا عايز اقول حاجه ثانيه، احنا عملنا 45 معبر لجماعه الاخوان المسلمين في السويس. الاستاذ وكيل النيابه عمل ضبط الاخبار مقفول، يعني المده 6 ايام فقط تقريبا. الجماعه طبعا بتيجي تقسمها عند 5 و6 على 4. الامر ضبط الاخبار انتهى وهم احرار. خلينا فيما بعد الان يا استاذ عبد الله. الكنائس حجم اشعال النار فيها ايه يعني؟ اللي تم اشعال النار فيهم التلفزيون الموجودين، واحدة بين اليونانية وواحدة كاثوليكية. دول موجودين عند المحافظة. طب لكن تم اشعال النار فيهم ولا تم فقط ايقاع؟ هو تم الاشعال على الوجهات بتاعتها كلها. على الوجهات؟ على الوجهات بتاعتها كلها، عند الجنب بتاعتها. طيب استاذ عبد الناصر من السويس، ده كلام الحقيقة يخلينا نقول إن السويس الآن تحتاج